أرسل الأردن اليوم طائرتي مساعدات إنسانية إلى جمهورية لبنان، وذلك ضمن جسور إغاثية أردنية موصولة. الطائرتان التابعتان لسلاح الجو الملكي حملتا على متنهما مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية. وبهذا يرتفع عدد الطائرات التي تم إرسالها إلى 14 طائرة. المساعدات المرسلة من قبل القوات المسلحة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية تهدف إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها جراء النقص في تلك المواد انطلاقا من واجبها الإنساني والقومي. مندوبا عن رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية 16 الذي تنظمه مديرية زراعة إربد بالتعاون مع اتحاد المزارعين في المحافظة. وأثنى الحنيفات على ما يقدمه المهرجان لإنصاف المنتج الزراعي في كافة المحافظات. مهرجان الرمان السنوي ليس مهرجانا للتسوق فحسب، بل تظاهرة تنموية لتقديم قيمة إضافية لإنصاف المنتج الزراعي في المحافظات وفي إربد على وجه الخصوص لما تشهده المحافظة من غزارة في إنتاجه. مهرجان رمان مهرجان مهم جدا للمزارع الأردني وللتنمية الريفية وتمكين المرأة. اليوم احنا المشاركين يتجاوزون 320 مشارك ومشاركة ما بين مصنع ومصنعة ومزارع. اعتقد ان شاء الله العام القادم سيكون المهرجان في موقع المعرض الدائم للمنتجات الريفية الذي اقامته وزارة الزراعة بكلفة حوالي 3 مليون دينار بالتعاون مع مؤسسة استعمار إربد. هذا المهرجان له اثر كبير جدا على دعم المزارع وعلى دعم الأسر الريفية. اعتقد انه هذا العام المؤشرات جدا ايجابيه بحيث الانتاج من الكم والنوع. المهرجان في دورته 16 استقطب المتسوقين الذين ابدوا اعجابهم بمنتجات الرمان من الدبس والعصير والخل ومربى الرمان والمستحضرات التجميليه الطبيعيه والتي تشكل زاويه في سله المونه الشتويه للاردنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مهرجان الرمان السنوي، فعلا هذا شيء مميز، منتجات مميزة بعيل أسر هذا من خلال السيدات اللي بتعمل على منتجات الرمان ومثل العصير والدبس، شيء مفخرة. وأنا يعني بتمنى من الجميع يجي يطلع على هذه التجارب الناجحة في بلدنا. طبعا المهرجان يحظى بجماهيرية وبزوار من مختلف محافظات المملكة. المهرجان اليوم يحتوي على جميع مشتقات اللي احنا ممكن انه نصنعها من ثمار الرمان اللي هن خل الرمان، عصير الرمان، منتجات الرمان من البشرة، وغير هيك كمان فرصة للسيدة الريفية في محافظة إربد انها تيجي وتقدم منتجاتها المختلفة. يستوطن الرمان في إربد في لوائي بني كنانة والكورة وبمساحة زراعية تقدر بثلاثة آلاف دنم، تنتج حوالي 8000 طن من الرمان، توفر مصدر دخل إضافي لستين جمعية تعاونية وعشرات السيدات. أهلاً وسهلاً بكم، هذا اليوم الجميل اللي منستناه من السنة للسنة اللي هو مهرجان الرمان اللي منعتبر الدخل الرئيسي لنا. يعني الرمان عملنا منه دبس رمان وخل الرمان ومربى الرمان وزيت بذور الرمان خلناه بالمادة التجميلية اللي هي بالصابون بزيت الزيتون وقشور الرمان. يعني استهلكنا منه حوالي 7-8 أصناف، والحمد لله هذا اللي الدخل الرئيسي اللي عشنا عليه وربينا أولادنا وقرينا وتجوزنا. وهاي السنة 16 الحمد لله فضل الله بحضرها من أول سنة للسنة 16. طبعا هو بمثل يعني حافز لكل المنتجين والمشاريع الصغيرة، يعني بما فيهم النساء خاصة اللي بيشتغلوا بالبيوت، فهو فرصة إلهم يسوقوا منتجاتهم ويكسبوا مردود يصرفوا فيه على حالهم وأولادهم، في منهم بدرسوا طلاب طالبات بالجامعات، أنا واحدة منهم. وفي الاقتصاد الموسمي يوفر المهرجان مشاركة واسعة للسيدات الريفية التي ينتجن ويسوقن منتجاتهن لتوفير مصدر دخل
ينتظرونه سنويا. ضرار غنام، رؤيا. تشهد زراعة الجوافة في لواءي ناعور وذيبان توسعا في السنوات الماضية مدفوعا بمساعي حكومية لتوطين صنف الجوافة الحمراء. لم يكن محمد العفشات يعرف عن ثمار الجوافة الحمراء إلا بعد أن قادته الصدفة قبل نحو 13 عاما لمعرفتها. بعدها قام بإنشاء مزرعته الخاصة بأشجار الجوافة الحمراء ذات المذاق المختلف. جبنا الستر من الغور، لما جبنا الستر من الغور طلع بي حوالي 5-6 شجرات حمر. أيوة، بعديها حاولنا أن نكثر منها ونعملها، استنتجت الحب الكويس منها وعملته، شايف أخذت كم الحبة وعملت طعن البذر منهن ونزلتهن على الغور وعملت مشاتل وجبت المستل من المستل. بعد ما جبت من المستل حطيته بصواني، ومن الصواني نقلناه بشياس بلاستيك. بعد ما صار شايف زرعناه. هسه الحمد لله نجحت الجوافة عندنا، وبعدين جوافة من أحلى الجوافة. مديرية زراعة لواءي ناعور وذيبان تسعيان لتوطين الجوافة الحمراء في منطقة وادي الهيدان، الموئل الأول لزراعة الجوافة في الأردن. قبل 7 سنوات بدأنا بتجربة بالتعاون مع المركز الوطني في 30 دنم. كانت التجربة مبشرة بالخير، والآن صار عندنا التوسع سريع. خلال 7 سنوات وصلنا تقريبا إلى 1300 دنم مزروعة بالجوافة. في عندنا اللي هو الصنف الأحمر، توجهت أنظارنا لهذا الصنف وموطنه حاليا في لواء ناعور. هذا الصنف لما قيمته الاقتصادية أعلى من الصنف الأبيض أو المألوف اللي إحنا متعارف عليه، بالإضافة إلى قيمته الغذائية، النيوترينتس فيه أعلى، الأنتي أوكسيدنت خاصة مادة اللايكوبين، محتوى من الفيتامينات خاصة فيتامين سي برضو أعلى. لذلك إحنا بنتطلع إلى نقل هاي التجربة من لواء ناعور إلى لواء ذيبان، وتشجيع المزارعين على الاستثمار في زراعة هذا الصنف الجديد لأنه له قيمة تسويقية عالية. رغم تحديات المزارعين المعروفة بشح المياه وتذبذب المواسم، تتوسع زراعة الجوافة في مناطق وادي الهيدان وما حولها في رحلة البحث عن الزراعات ذات الجدوى وتوطينها وتسويقها خارجياً.